مرة أخرى ويسجل ربما الخامس، لأن الخور ليس أفضل حالا، ليس أفضل حالا هذه المباراة. داكانو ياكل الكرة للأمام، محاولة خطيرة، جول 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 جول. تقليل الفارق، تقليل الفارق عن طريق إبراهيم أول، إبراهيم أول يقلل الفارق بعد ماذا؟ بعد مرور وبعد مصيدة أيضا. التسلل ما كانت موجودة، ما كانت موجودة، لكن إلى الآن لاحظ معاي التغطية، ربما جورج كواسي اللاعب الظهير الأيمن كان مغطي مصيدة التسلل، وبالتالي إبراهيم أول يسجل الهدف الأول لمصلحة فريق نادي الخور. لكن حتى الآن الأرقام كلها تقول الغرافة، الأرقام بالفعل كلها تقول الغرافة، الغرافة بالأربعة، الغرافة بطل الدوري.